أهلا وسهلا بكم أصدقائي والتلاميذ، ومع كتاب مرشدي في اللغة العربية السنة الثالثة من التعليم الابتدائي والصفحة رقم 16. هناك نص قرائي: نبتة الصداقة. سوف نقرأ هذا النص جميعا ثم نحاول الإجابة عن الأسئلة. عماد وعمار صديقان. أولا نلاحظ الصورة، هناك طفلان في الغابة، يتواجدان في الغابة، وأحد الأطفال يقوم بسقي النبتة. عماد وعمار صديقان تربطهما روابط الوفاء والإخلاص، تشاركان الأفراح والأحزان، ويقضيان معا أجمل الأوقات وهما يلعبان ويمرحان أو يشتغلان. في أحد الأيام وبينما كان في حديقة الحي يتجولان، وجدا نبتة تفوح منها رائحة زكية فأعجبتهما. قال عمار: ما رأيك يا صديقي أن نعتني بهذه النبتة حتى تكبر وتثمر وتصبح رمزا لصداقتنا؟ أجابه عماد: فكرة صائبة يا صديقي، فلنجعل هذا الأمر سرا بيننا. مرت الأيام والصديقان يرعيان النبتة باهتمام ويسقيانها بانتظام. ذات يوم بينما كان عماد يتحدث مع صديق آخر في ساحة المدرسة، زل لسانه فأفشى السر. زل لسانه، أسطر على كلمة زل. علم عمار بالأمر فاستاء كثيرا، لأن صديقه لم يعد أهلا للثقة. بعد مضي أسبوع اشتاق عمار إلى نبتة الصداقة، فذهب ليتفقدها فوجدها دابلة صفراء. اغتاظ عمار، وسطر على كلمة اغتاظ. اغتاظ عمار وعاد إلى البيت حزينا. رأت الأم ابنها كئيبا فسألته عن السبب، فأخبرها بما حصل. قالت الأم: كل إنسان يخطئ، ولا بأس إذا أخطأ الصديق، فعلينا أن نتحلى بالتسامح يا بني، فالتسامح والعفو من شيم الكرام، بهما تنمو الصداقة مثل النبتة إذا سقيناها واعتنينا بها. فهم عمار كلام أمه وتذكر الأوقات السعيدة التي كان يقضيها مع صديقه عماد، فأسرع إليه، وما إن رآه حتى سلم عليه واعتذر له. ومع مرور الأيام ازدادت صداقة الطفلين قوة ومتانة، أما النبتة فكبرت أكثر وأكثر حتى أصبحت شجيرة. عن نبتة الصداقة، منى موسى زيعور، سلسلة أصدقاء البيئة بتصرف. إن نحاول أن نقرأ هذان السطران أو هذان أو هذه الأسطر الثلاثة. عمار، ما رأيك يا صديقي أن نعتني بهذه النبتة حتى تكبر وتثمر؟ ما رأيك يا صديقي أن نعتني بهذه النبتة حتى تكبر وتثمر وتصبح رمزا لصداقتنا؟ عماد، فكرة صائبة يا صديقي، فلنجعل هذا الأمر سرا بيننا. أحذف مقطعا من كل كلمة من الكلمة الآتية وأقرأ الكلمات الجديدة. سعيد، نحذف
عي، نحذف عي فتصبح سد. عادة، نحذف تن فيصبح عادة. ناقوس، نحذف نا فيصبح قوس. صادف، نحذف ف فتصبح صاد. جدود، نحذف جو فتصبح دود. ما معنى زلة؟ أخطأ. زلة أخطأ بلسانه، زل لسانه فأفشى السر. لا نقول سقط لسانه، ولا نقول انقضى لسانه، ولا نقول محا لسانه، نقول أخطأ لسانه. زال، ما معنى زال؟ انقضى. ما معنى أزال؟ محا. صديقي كرته، ماذا نقول؟ يتفقد ولا يفقد؟ يفقد صديقي كرته. وصديقنا جدته المريضة يتفقد أن يزورها ليعرف أحوالها. أبي لأني أغفلت واجباتي اغتاض. أبي لأنني أغفلت واجباتي. أغاض تصرفي صديقي. مر، أمر مار مرور. حل، أحل حال حلول. مر، أمر مار مرور. مرور، حل، أحل حال حلول. حلول. إلى اللقاء أصدقائي في فرصة قادمة إن شاء الله.